بتطلبي مين يا مها؟ بكلم عمر وما بيردش. اطمني يا ستي، بكره تشبعي معاه كلام. اشمعنى؟ هقول لك اشمعنى. عشان بابا كان بيكلم باباكي من شويه وبيترجاه انه يخطبك لعمر. بتتكلمي بجد يا مامي؟ والنبي بجد والنبي يا مامي. يا بنتي انتي بتتهمي دي شويه، بطلي الجنان اللي انتي فيه ده. احنا لسه ما ردناش عليه، على اعتبار يعني ان باباكي هياخد رايي انا وانتي. رايي ايه يا مامي؟ انا موافقه وحياه ربنا موافقه. غلط انك تقولي كده قدامهم. يا مامي ده انا كنت مستنيها اليوم دوت بفارغ الصبر. لازم تعمليك شخصيه وتتقلي شويه. المفروض لما نقول لك خبر زي ده تقولي طب افكر. لازم هما يعرفوا كده. انا هعمل كل اللي حضرتك بتقولي عليه دوت، بس في الاخر اتجوز عمر. برافو عليكي، انا بعمل كل ده لمصلحتك. لازم هو يحس انك مش مدلوقه عليه عشان ما يتحكمش فيكي. شوف انا بعامل ابوكي ازاي، رغم ان له شنة ورنة في البلد كلها، لكن يجي عندي وستوب يعمل لي مليون حساب. خلاص انا هعمل زيك كده بالظبط، بس لما اتجوز عمر. وبعدين بقى نبقى نتكلم في الكلام ده. مش بقول لك انك خايبه وهيلعب بيك الكوره؟ يا ريت يا ماما. يا ريت ايه؟ يلعب بيا الكوره بس يتجوزني. مفيش حد هيخليه هو وابوه يركبونا ويدلدلوا رجليهم غيرك انت. موافقه بس يتجوزني.